مشاهدي ومتابعي كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين في واقعه غريبه، على واقعه يهتز لها عرش السماوات. خلونا نعرف الحكايه، خلونا نعرف الحكايه وتفاصيلها من خالد، هيحكي لنا تفاصيل الواقعه الغريبه اللي حصلت معاه. ايه اللي حصل يا خالد؟ انا كنت مخطوب بقالي 21 يوم واتضربت وتعسيت وكنت متكتف عند ناس كنت شغال عندهم، طلع كلهم بتعيش عندهم. شغال عندهم ايه؟ كنت شغال عندهم شيء. ايه اللي حصل يا خالد؟ اللي حصل ان انا كنت رايح انا والسواق رايحين خط الصعيد نوزع في شوك، وانا ماشي على الطريق لقينا في تفتيش كمين، فتشوني وخدونا على جنب ما لقوش على اي حاجه ولا معايا حاجه. فتشوا العربيه والسواق لقوا مع اسجاره حشيش وهم جايين واخدين. وقت استسمع الظابط عشان يسيبه، قلت له عنده عيال والدنيا، قال لي خد بعضك وخد العربيه ومشي عشان مش هخليك شريكه وشايلك معاه القضيه. اتصلت على اصحاب الشركه اصحاب العربيه، قالوا لي هات العربيه وتعال. خدت العربيه ورحت لهم، اول ما وصلت بيسالوني على الفلوس اللي كانت موجوده، انا ما شفتش فلوس وما اعرفش الفلوس دي كانت فين اصلا. اتهموني بسرقتها وهم سابوني، وهم مدخلوني المخزن وخلوا الرجاله اللي شغاله هناك كلها اتلمت عليا وضربتني وكتفوني. ايه اللي حصل تاني؟ كمل يا خالد، كمل احنا سامعين، كمل يا خالد احنا سامعين. قعدت 3 ايام هناك وهم واخديني مغميين عينيا ومنزلني على مخزن تاني في الغربية. انا اساسا خدونا على المخزن التاني دوت، قاموا رابطيني في الشباك معلقيني يومين، وقاموا جايين مقلعيني هدومي ومكتفيني ومعلقيني في السقف ورابطين في رجليا 4 عروق، وقاموا صلبيني كده هوت لمدة يومين. بعد كده قاموا فكيني ورميني على الأرض وكب عليا جراد الميه، مضوني على 4 وصولات ايمانه واكرام. قلت لهم هجيب لكم اللي انتوا عايزينه بس سيبوني. مين اللي عمل كده يا خالد؟ الناس اللي انا كنت شغال معاهم. اسميهم ايه؟ اسم صاحب الشغل اسمه احمد يحيى مبروك سعيد. طبعا يعني حق الرد مكفول لكل الناس، الكلام حق الرد مكفول لكل الناس، لكل من تم ذكر اسمه في الكلام حق الرد مكفول ليه. ويعني خلينا نكمل الحكايه وتفاصيلها. بعد كده كلام على مسؤولية خالد، كلام على مسؤولية خالد الشخصية يا جماعة، وحق الرد مكفول لكل الناس. ومن بعد كده قاموا مكتفيني ومقلعيني هدومي وجايبين لي واحد عشان يعمل معايا حاجات وحشة، وقعد يضرب فيا عشان يعمل معايا الحاجات ديت وأنا ما رضيتش. ومن بعد كده خدوا مني تسجيلات وقالوا لي طول ان حماتك هي اللي قابلتك وخدت منك الفلوس، واتصلوا على اهلي وهددوهم، وقاموا جايين متصلين على مراتي وهددوها. قلت لهم عملوا كل فيك كده عشان خاطر الفلوس يا خالد؟ يعني ضربوك وعذبوك وخطفوك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هربت منهم النهارده الصبح. يعني خاطفينك بقى؟ قعدت قد ايه مخطوف يا خالد؟ 21 يوم. 21 يوم مخطوف؟ 21 هم بيضربوك وبيعذبوك في المخزن هناك، عمال اشيل واحط واشتغل هناك ومش راضيين يمشوني. انت قلت لي قبل التصوير جابوا لك واحد بيدعي انه ظابط. جابوا ظابط وكان معاه كلاب شات وحطها في ايدي. اذا كنت انا خدت الفلوس جابوا لك ايه تاني؟ معلش عشان خاطر الشبكه بتاعتك. جابوا لي واحد ظابط معاه كلام بيدعي انه ظابط،
حط الحديد في ايدي وقال لي احبسك لو ما قلتش في المكان الفلوس دي. قلت له لو كنت انا خدت الفلوس خد، بس انا ما خدتش فلوس. بعد كده هم واخديني موديني مخزن. موديينك مخزن تاني؟ مخزن في الغربية. عملوا ايه بقى تاني؟ كملوا عليك هناك؟ كملوا عليا هناك ولموا ناس كتير كانت بتخش المخزن وعماله تضرب فيا ويعذبوا فيا بعروق خشب وبسلوك كهرباء، كانوا عمالين يضربوا فيا. يعني احنا بنعتذر عن المنظر، احنا مشفقين على الساده المشاهدين من المنظر. خالد كتافه بين خالد كتافه بين، يعني انا عايزك توصف للناس كتافك عامله ازاي. يعني احنا مش هنوريهم المنظر علشان خاطر بس بشاعة المنظر. هنا في ضرب سلب على جسمي وضرب سلوك كهرباء هنا على بطني وانا بلبوس. وانت بلبوس وبقروق خشب على رجلي وعلى ضهري. كانوا عايزين يجيبوا واحد يعمل معايا المثال. وانت مرضتش؟ وانا مرضتش. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، يعني وقع تقشعر لها الابدان، وقع تقشعر لها الابدان، وقع خالد. انت بتطالب بيه يا خالد؟ انا بكلم مدير امن الغربية وبطالبه لا عايز حقي من الناس دي. واحنا بنضم صوتنا لصوتك يا خالد. ده كان الله يفتحنا النهارده.